نروح للاستاذ علاء حمام. ابو الزغاليل يا ابو الزغاليل، يا ابو الزغاليل يا ابو الزغاليل، وللزمالك دائما نصيب معنا، وللزملكاويه كل الاحترام والتقدير، وفوق راسنا وفوق دماغنا، والزملكاويه المغتربين اللي انا شفتهم في قطر، واللي كان بالزملكاويه اللي بيكلموني من امريكا ومن اوروبا ومن كل مكان، ناس زي البلسم ومحترمين، واللي عملوا معانا مداخلات منهم ابهروا العالم فعلا، ملكي ملكي، ناس تشرف، لكن ابدا لا يمثل الزمالك هذه الحفنه القليله التي تصب على السوشيال ميديا. الزملكاويه طول حياتهم محترمين وفوق الاحترام بمراحل، ولهم مني كل التحيه والاحترام. ابو الزغاليل يا ابو الزغاليل. يا استاذ عبد الناصر، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ إيه انت لسه قدام عربيه الفول ولا ايه؟ لا والله، ده انا ماشي في شارع رمسيس كده عقبال عندك. بتعمل ايه في شارع رمسيس؟ لا يحصل لك حاجه. لا راح اشوف رمسيس موجود ولا شالوه. طب الحمد لله. اخباره ايه بقى؟ تقول ايه؟ اخبار رمسيس ايه؟ لا رحت لقيتهم شالوه، تخيل. طب روح له مكانه الجديد بعد ما تنامش قبل ما تشوفه، بدل متوحشك كده وهتنام غير لما تشوفه حبيبك. لا لازم اروح اسلم عليك الجيزه. صحيح ده ودوم ده الرمايه، تصدق؟ روح له ميدان الرمايه خده من الاحضان. انا فارق بينك خدمه صغيره. اتفضل. انت بيتكو جنبه، ونبي انت ومعدي عليه قول له علاء باعت لك السلام. لا هو نايم لسه، ما تحطش في مكانه يا بيه. والله لسه. والله لسه ما خدش مكانه الطبيعي. قول له انت بس علاء باعت لك السلام. والله العظيم يا ابني ما تيجي تشوف المتحف هنا، والريس ربنا يكرمه عمل ايه هنا، الشارع 12 حارة، تعال اتفرج وشوف عمل ايه هنا، ابهار ما بعده ابهار، ربنا يديله الصحة. اللهم امين، اللهم امين. والله العظيم يا علاء، ما انت جيت يا علاء بعد تطوير ميدان الرمايه والشوارع وتوسيع المنطقه والاستعداد انها تبقى. ايوه انا جيت ساعه ما قلت لي تعالى خد ال 100 ريال وال 100 دولار وجيت لقيتك هربت. افتكرت دلوقتي. ماشي افتكرت. ماشي ماشي. وجيت لقيتك كتيت، واخد بالك؟ انت فاكر انت الموضوع ده ولا هتعمل نفسك ما خدتش بالك منه؟ لا خدت بالك. اسال الزلنطحي بيقول لك احتمال يكون سرق رمسيس مع الفلوس اللي خدها من النادي. ازيك يا استاذ عبد الناصر، عامل ايه؟ طالع يقول لي المستشار 51 مليون فلوس فلوس تركي، جبت منين ال 151؟ طب واحنا مالنا؟ ده القاضي اللي قال، هو احنا اللي قلنا؟ بيقول لي القاضي اللي انت ما شفتش جلساسي ومش عارف ايه، اللجنه تأتى مخالفات مدروجه. طب انت يعني لا انت ما خدتش بالك من الكلام يا بيت. هو راجل يا راجل، انت حرامي برخصه، يا راجل حرامي برخصه. بس بالراحه. كلام ليه معاني كبيره جدا. دلوقتي اللجنه قالت كام؟ 151. القاضي قال كام؟ 151. هو طلع قال لك 51 مليون. وفين ال 100؟ فين ال 100؟ وحد قال لك 51؟ ده القاضي الاتحاد بيقول لك 151. طالع انت تتكلم وتقول ده 51 بتوع ساسي وبن شرق وجروس؟ انت بتجيب رقم على هواك. الرقم بيقول لك 151، سبت انت ال 100 وطالع تكلمنا تقول لك 51. طب يا راجل ال 100 فين؟ انت بيقول لك 151 يا باشا، ده الطبيعي بتاعنا احنا. احنا كده حاجه تاني مهمه جدا يا استاذ عبد الناصر. دلوقتي المعزول طلع مرارا وتكرارا وقال لك انا قدمت بلاغات للجهات المعنيه واكبر جهات في البلد. قدمت بلاغات ضد في اكبر جهات في البلد عشان ابو سنيده واللي مع ابو سنيده ومش عارفه ايه، بقالك سنه ونص مصدعنا، فين البلاغات دي؟ ها ولا انت بتطلع تهجص؟ فين البلاغات بتاعت ابو سنيده دي؟ لسه تاني موضوع ابو سنيده؟ لسه تاني الموضوع يا عم؟ ما احنا عرفنا السبب يا علاء. ايوه لا اصل واحد يقول يا لك عم عرفنا كده، يبقى انت راجل عامل يا عم عرفنا خيالك. عرفنا السبب يا علاء، اتفضل. عرفنا السبب، عرفنا تقول ايه؟
السبب بقولك اتفضل. بقول لك كل ما بيتاوب ما بيحطش ايده على بقه، وبيقول لك اللي بيتاوب وما يحطش ايده على بقه بيتبول في فمه الشيطان، فهو من اول ما اتولد ما بيحطش ايده على بقه، فتخيل 70 سنة الشيطان بيتبول جوه بقه. فبعيد عنك يعني الشيطان بيعمل بيب بقه يعني. طبعا اتكلم طبعا في كلام كله كلام بعيد عن الحقيقة. بقول له وزير الرياضة في ورقة اتحط لي، ورقة ايه اللي اتحط لك؟ لما تبقى تروح بقى يتحقق معاك بقول لعندك انت، وطبعا تأكيد ان هي بقى تجيبك تسألك في المخالفات دي. مش عايز اروح بقى اقول اللي عندك ساعتها يعني. يا عم مش عايزين ندي الموضوع. كلم الوزير ليه؟ الوزير ايه علاقته؟ مواضيع كلها في النيابة يا عم. مش عايز الوزير ماله؟ مش عايزين ندي الموضوع اكبر من حجمه، كله كلام قديم ومتهالك. خش في الزمالك وطمنا على الزمالك. الزمالك بخير طبعا، عمل مسحة كورونا استعدادا لمواجهة الاسماعيلي اللي هي يوم الاربعاء ان شاء الله في مسابقة الدوري العام. الحمد لله المسحة كلها سلبية، كل اللعيبة بخير. الزمالك خلاص توصل لاتفاق مع تاتي، هيحصل على حوالي 2,200,000 دولار في سنة لمدة سنتين، يعني حدود 40 مليون جنيه في السنتين. في حدود 40 مليون جنيه في السنتين. والكلام ده يبقى ان شاء الله بعد ماتش الاسماعيلي على طول التوقيع. تاتي النهارده انتظم في التدريبات، كان عنده كدمة في الركبة، لكن دي مش هتأثر خالص عليه في المشاركة في لقاء الإسماعيلي. عندنا جلسة النهاردة عقدها الدكتور أشرف صبحي مع مسؤول الزمالك، وكان موجود الكابتن أشرف قاسم والكابتن عبد الحليم علي عشان يطمن منهم على أحوال الفريق، وكانت جلسة مثمرة جدا. والكابتن أشرف قاسم طمنه، وهو كابتن عبد الحليم كشفوا له إن في تعاون كبير جدا بينهم وإن الأمور جيدة جدا جدا في الفريق. عندنا نادي الاسماعيلي بقى اجرى مسح الكورونا، لسه النتيجه هتظهر، بس نادي الاسماعيلي عنده غياب محمد بيومي لعيب في خط الوسط، عنده شد في الاماميه وده لعيب مهم. برضه نادي الاسماعيلي رصد مكافئات للمباراه لانه طبعا عايز يخرج من الكبوه اللي هو فيها، وعنده امل يعمل نتيجه ايجابيه ضد الزمالك. باتشيكو عنده تفكير انه يرجع بن شرقي تاني للتشكيل الاساسي للزمالك. طبعا بن شرقي ما يرجعش بالتشكيل الاساسي في المباراه الاخيره لانه كان عنده اصابه في الضلوع، كدمه قويه في الضلوع، لكن خف وشارك في جزء من المباراه بتاعه مولوديه الجزائر، ففي تفكير انه يدفع بيه في اللقاء. طبعا نادي الاسماعيلي فاز على فريق لافينا في كاس مصر بدور 32 وتاهل لدور ال 16. فاز كام يا علاء؟ 2-1. بس يعني لعب ماتش سيء بصراحه. الحقيقه ما تابعتش المباراه عشان يعني. مبروك للاسماعيلي والقادم افضل باذن الله. فطبعا عنده طموح انه يعمل مباراه زي ما قلنا قدام الزمالك. برضه تاني طموح يا علاء، برضه تاني طموح. معلش 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 معلش، انت اللي بتجيب الكلام لنفسك. معلش معلش، دايما اللسان بيقول اللي جوه القلب. لا قلب ايه بس، قلب ايه بس. لا دي جمله لغه عربيه، جمله لغه عربيه. تاني؟ جمله لغه عربيه. هتعمل لي زي ابو المعاطي، هتعمل لي زي ابو المعاطي ذكي يقعد يقول لي كلمه وطن في المعجم، طنطن وطنطن وبطنطن. لا ده دي بتاعت الفنان حسن كامي. قول لابو المعاطي. في فيلم 7 حوص. اتفضل. عندنا الاسماعيلي هيفقد ورقه مهمه جدا من اوراقه، عبد الرحمن مجدي. طبعا ده لعيب مهم جدا جدا في الفرقه. عملوا له اختبار لقوه مصاب، فطبعا مش هيشارك في مواجهه الاسماعيلي. وعبد الرحمن مجدي كان من العناصر الاساسيه مع المنتخب الاولمبي، ولعيب مهم جدا ولعيب جيد، فطبعا دي هتبقى ازمه بالنسبه لفريق الاسماعيلي. عندنا المهندس فرج عامر قال لك اتحاد الكوره طلب مني 3 مليون جنيه علشان الكشف على جائحه كورونا اللي هو المسحه، يعني ثمن المسحات. قال لك والكلام ده اتحاد الكوره ما اتفقش معانا عليه ومش هدفع. ف
فطبعا كده يبقى تفهم على طول كده ان في اتجاه ان انديه الدوري كلها مش هتدفع ال 3 مليون جنيه بتوع المسرح. عمك فرج عامر اللي بيقوله يمشي على اي حد. اه الراجل قال لك انا مش هدفع ثمن المسرح، فكده تعرف على طول ان كله ايه، كل الانديه طبعا مش هتدفع ايه ثمن المسرح. يا حبيبي احنا امبارح اتفضل اقول لك بص عجيبه بعديك اللي يقوله الحاج فرج عامر يمشي احمد يا مجاهد، مش عايزين مشاكل. اتفضل. الزمالك طبعا احنا كنا وضحنا امبارح انه هيسافر ان شاء الله يوم 20 على طياره خاصه للسنغال عشان يقابل فريق تونجست. ورئيس البعثه زي ما قلنا اللواء عماد عبد العزيز رئيس النادي. هل المباراه مذاعه يا علاء؟ مباراه مذاعه طبعا، ده في دوري المجموعات. ايوه يعني تاكد اذا مذاعه على القناه اللي هي شاريه الحقول بس. بي ان سبورت يعني. طيب تمام، يعني كده الزمالك هيسافر بعد ماتش الاربع ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، والمباراه طبعا يوم 23. طيب كلمني بالتفصيل عن موضوع ترضيه ساسي، يعني وصلوا معاه لايه؟ هم خلاص ساسي اتفقوا معاه على 2 مليون و200 الف دولار. هياخد مليون دولار ليه فلوس متاخره مع المقدم. وهيوقع العقود الجديده لمده موسمين. هم بيقول لك المره دي هو مقتنع جدا وعنده رغبه حقيقيه انه يكمل مع الزمالك. واحنا خلاص قربنا من تجهيز المبلغ اللي اتفقنا عليه، فان شاء الله بعد مباراه الاسماعيلي ممكن الملف ده كله يتحسم بصوره كبيره. وبيقولوا ان المره دي هو عنده جديه كبيره قوي ان هو يقفل الملف ده من ناحيته. طيب هيجيبوا منين فلوس؟ يعني هندبروا المبلغ؟ لا هم عندهم مدخرات كتيره في نادي الزمالك يعني. احنا عايزين نطمن الجمهور، يعني انا بسالك عشان نطمن الجمهور. لا هم نجحوا في توفير مبالغ كتيره للالعاب الاخرى، ونجحوا في توفير مبالغ مقدمات عقود اللعيبه كلها الايام اللي فاتت، وجددوا الاوباما وشيكابالا وجنش. لا هم نجحوا ان هم كان عندهم الغام وعندهم مشاكل كتيره جدا، نجحوا بادارتهم وبتفكيرهم ان هم يحلوا ازمات كتيره ويحلوا مشاكل كتيره. عامة يعني هل لديك علم ان استاد الزمالك يعني تاكد انه هيتبني وهيكون في زيه استاد للاهلي، وبتعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن الخطه الجديده لاعاده وتطوير وبناء الرياضه المصريه؟ جميل طبعا، بناء الاستادات والملاعب ده شيء رائع جدا جدا، وطبعا بنحيي فخامه الرئيس على الخطوه دي، وان شاء الله تتم على خير. وعايزين عدد من الاستادات، نفسي اشوف. لا تعيب في عدد من المدن الرياضيه مفاجاه باذن الله، وان كان ليس لدي تفاصيل، ولكن بقول لك هناك ثوره رياضيه شامله في البنيه الاساسيه والاداره وقانون الرياضه، حاجه تفرح بفضل الله ان شاء الله. نتمنى ذلك. انا شخصيا نفسي اشوف استاد كبير في محافظه الغردقه في البحر الاحمر، والاقصر. استاد كبير في الاقصر؟ لا يعني الاقصر الجو صعب قوي. هو لا يا ابني يا عم انت مغفل، الاقصر احلى مشتى في الدنيا، تمشي بنص كم في الشتاء. انا بقول ان نفسي في يا عم انت يا عم انت انا نفسي في الغردقه، العين السخنه، العلمين الجديده. انا حر يا عم، بتكلم على انا نفسي. يا عم انت رايح تصيف يا عم الاقصر؟ انا حر يا سيدي. لا يا عم يا ابني تخيل انت يتعامل دوره لثلاث فرق ثلاثيه ولا رباعيه، وعندك استاد في الاقصر واستاد في هنا، والناس بتتفرج على تلت اثار العالم، انت ما بتفهمش. يا سيدي كل واحد حر، انا عايز في الغردقه، وعايز في العين السخنه، وعايز في العلمين، انا حر، انا حر يا سيدي. طب مش محتاج. لا اله الا الله. مش محتاج. ده تفكيري. طب مش محتاج ملعب في مارينا؟ لا ما هي العلمين قريبه من مارينا. فعلا طارق شاهين بيقول لك علاء ملك الهبد. سلم لي عليه. عايز في العين السخنه عشان يشتي، وعايز في العالمين عشان يصيف. انا اقول لك على حاجه، فاكر انت زمان لما كنا بنلعب كل ماتشاتنا في الجونه في 2013؟ انا كنت مقيم في الجونه. واخد بالك، فالغردقه دي يعني ليها معايا ايام وذكريات جميله جدا جدا. كان زميلنا الاستاذ حسن مختار. طبعا حسن حبيبي ابو الواجب. مراسل البحر الاحمر ابو الواجب. الحاج احمد عادل كان لسه راجع من الحج.
واخد بالك، فقضيت فيها يعني شهور طويله جدا في الغردقه. والحاج احمد، عندي والحاج احمد كان ايامها الحاج احمد مشرف عبد، احمد الصحيح ربنا يديله الصحه، الراجل المحترم حبيبنا الغالي استاذ سميح طويرة، طبعا الراجل كان عزمنا على عشاء كنت لما الزمالك خد كاس مصر، كنت لما قلب دجله كنت نازل في فندق ايه هناك؟ ايه؟ كنت نازل في فندق ايه؟ بلاش اقول الاسم الفندق. لا عادي عادي عادي، لا عادي. سان رايز. يا عيني عليك والله العظيم، طول حياتك حتى ما شفت سان رايز في الـ في الـ في بتاع الموبايل. بقول لك كده، انا قعدت فتره طويله قوي ده الغردقه دي، اسال حسن مختار كان بتاعتنا كده. ده اللي احنا ختمناها بمقابله المحافظ وبتاع. لا كانت الغردقه، نفسي بجد اشوف استاد كبير قوي في الغردقه. طيب الناس أوه. الناس بتاعت لوكسور هي دخلت بتشتم فيك، بتقول لك يا علاء يا حمام كل مصر. والله بص يا جماعه، لو حد شافه في الاقصر يديله بالبلغة. ويا حد اخر مره رحت الاقصر سنه 2009. يا حاج محمود يا ادريسي، ملك الاقصر اللي بيستضيفنا فول بورد، لو شفت علاء حمام في الاقصر اديله بالنار طلقتين. على اخر مره رحت زاد 2009 ورحتش تاني، يعني بقى لي 11 سنه ما رحتش الاقصر. يا راجل ده محمود الادريسي والنايب عضو مجلس النواب اخوه المحترم احمد بن ادريسي بيدعونا فول بورد احلى شتا في الدنيا في الاقصر. طب يا باشا ماشي ماشي ماشي. انا بقول لك على الغردقه، بقول لك انا قعدت هناك شهور طويله جدا تخلص. جدا صيف شتا في الغردقه. تعال اتفرج معايا بكره على ماتش الزمالك، واعمل معايا لايف واقفش ال $100 وال $100. لا بكره مش هينفع والله، اهو قدامك اول الثلاث، اول الماتش يوم الاربع. تعالى الاربع ماتش الزمالك بقول لك، ما هو ماشي الاربع ماشي، النهارده الثلاث يا حمار. ماشي يا ابني، مش النهارده الساعه دلوقتي داخله على واحده يا حبيبي، ما دام انا ما نمتش وما صحيتش من النوم يبقى اليوم لسه شغال معايا. انا اليوم بيبتدي لما انام واصحى احسب اليوم الجديد. هو الاربع هنظبط الاربع، تغديني كده عند المنوفي واصورك كده وانت بتنام. طب يعني عايز اقول لك على يعني نفترض نمت 7 الصبح، يفضل اليوم شغال؟ يفضل اليوم شغال معايا لحد فتره. ولو حد قال لك صباح الخير تقول له لسه اليوم ما جاش؟ اقول له لا مساء الخير، لسه اليوم بتاعي ما بداش. الله العظيم. خلاص مستنيك يوم الاربع، تضرب موزه محترمه وشوربه الكوارع اللي بتحبها دبل، وتقفش ال $100. انا موافق اهو قدام الناس اهو. والله نعمل لايك مشترك يوم الاربع ان شاء الله، وتقفش ال $100 ان شاء الله باذن الله تعالى. ال $100 ماتش الزمالك اللي بعده. ماشي ماشي. السلام عليكم. الف سلامه يا عبد الله، مع السلامه. الله يخرب بيتك يا اخي.